المسمى الثلوج المدني، المدعو في التنظيم أبو حيان عاصم. كانت صفتي في التنظيم قاضي شرعي على مستوى بلاد المغرب الإسلامي وضابط شرعي وعضو في اللجنة الشرعية. التحقت في كتيبة جبل اللوح عند الشيخ صوان في 26 مارس 1994. حينها عينني الشيخ عبد القادر صوان، كلفني الشيخ عبد القادر صوان بمهمة القضاء بين والنظر في القضايا والنزاعات التي تحدث بين الجنود على مستوى كتيبتي فقط وضابط شرعي، وكلفني بمهمة الدعوة، دعوة الشعب. أخرج للشعب وأدعوهم إليه، دعوهم وأقنعهم بحكم الجهاد. كنا دايرين جهاد شرعي. سبق لي وأنني حصرت واضطررنا إلى الدخول في نفق تحت صخور، وبقينا ما يقارب الشهر بل 28 يوم في جوع وبرد وعطش ومرض، حتى كشف أحد الجنود، جنود العسكر، كشف الغار فنادى وتوقف التشكيل. عند ذلك لما تأكدنا وعلمنا أنهم تنقنوا، رانا رحم رحمي يقتلونا، رانا رحيل للقتل. فأنا ناديت المجموعة اللي معايا، كنت في يعني حتى ما قدش نهدر، قلت لهم أخ عيطوا قلوا لهم أننا نسلم أنفسنا. فنادى الأمير نتاعنا وهو أسامة أبو سفيان، نادى على الجيش، والجيش تأكد بأن الغار فيه، فردوا عليه بأن، قالوا لهم كم أنتم؟ قال لهم 7. قالوا له الثامن وراه؟ الجيش على باله باللي رانا احنا 8. قالوا له الثامن مات وراه مدفون بجانبنا برا خارج النفق. عند ذلك حرضونا افراد الجيش على الخروج، خرجوا الاسلحه تاعنا اولا، ومن بعد نبداو في الخروج واحد واحد، فتم ذلك كما طلبوا منا. لما خرجت انايا، انا الاخير من خرج، انا او اخر من خرج، خرجت بمحاوله بجهد كبير، كادوا ان يسحبوني. لما كان في خرجت بالصدر نتاعي، عاونوني افراد الجيش، مدوا ايديهم الي وخرجوني، ومن بعد طلبت منهم الماكلة والشرب، فتهاطلت عليا كميه من الاكل والشرب، يعني كانني طفل رضيع او كفل طريق كفل في حجر امه. حسن إلينا ما شاء الله، يعني ما كناش نصدقوا لا انا ولا اصحابي. يعني حتى ركبنا في السياره وانتهينا الى المقر هذا وهنا، وطمعنونا على انفسنا، قالوا لنا راكم تحموا وتلبسوا ونكسوكم ونجيبوا لكم الطبيب، والطبيب جاء، الطبيب الممرض من الوقت اللي خرجنا من الغار جا لينا. من هما قالوا لي الاخوه جميعا اللي شافني، قال لي هذه مرحله زائله تفوت، بمجرد ان تاكل وتتحم وتلبس وترقد وتريح وتطمئن لنفسك كل يوم. وصلت راني الحمد لله راني خير، بعيد بعيد على الحاله اللي كنت فيها في الغار ولا خرجني من الغار. وانا اليوم قد قضيت 28 سنة في ساحة العمل المسلح بكل مشاكله ومتاعبه، فها أنا أعلن توبتي من العمل المسلح، وأعلن ندمي عن تورطي في هذا العمل ونتائجه،
وأبرأ منه وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي، ولا أبالي بما يقال وبما أنبز به، لا من ساحة تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أو أنصارهم أو الشباب الذين يفكر في فكرة العمل المسلح، لا أبالي بهم أبدا. فكر خاطئ. الذين فجروا العمل المسلح ما كانوش في المستوى. لعلكم تظنون بأنني أخاطبكم تحت الضغط أو الإكراه تحت قوات المخابرات. كلا، والله ما حدث هذا، والكلمة هذه كانت من رغبتي، هذه الدعوة الموجهة إلى المسلحين كانت من طلبي. لماذا لكم أن تسألوا لماذا كانت طلبي؟ قالوا لي لك الاختيار أن تتكلم أو لا تتكلم، لك الاختيار، لكن أنا لححت عليهم أن أتكلم. لماذا؟ بأنه أمر شرعي، أمر شرعي أن الإنسان إذا تاب إذا ندم من ذنب. ولهذا هناك خلل بيني وبين الشعب، أنني ظلمت الشعب في دمائه، ظلمته في جانب من الجوانب. الشعب الجزائري لا شك أنه تضرر كثيرا من العمل المسلح، في عرضه، في دمه، في ماله، حقيقة واقع لا أحد ينكرها، من آثار العمل المسلح الذي كان يرفضه ولا زال يرفضه. فأنا أطلب العفو من الشعب رجالا ونساء، وليس من قوات الجيش فقط على مختلف أسلاكها ووظائفها. أنا أطلب منكم جميعا صغيرا وكبيرا العفو